وين صاحبك ابو اليوس؟ لسه بيجي. شو الاخبار؟ ها؟ الشباب كل وقت بيجي عم نهار. كيفك؟ شو الاخبار؟ يلا بلا مقدمات، انا جاي جوعان. يلا ها تعال جيبي. يلا طعمون هيك. هيك بتشوفي معك يا كول. 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 هاي يا جماعة كيفكم؟ عبد الله شو تساعدوني؟ شو؟ بدي اكتب رسالة في هلا انا يا عمي بدي اروح العب انا لف 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 يلا اذا صديقتي الحميمة لا 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 الى اختي لك شو هي اختي؟ لك خالتها بخزة الى عزيزة تعرف شو العاب طبعا ابو ما يا عمي طبعا وين الشيء؟ رجع الراس يا زلمة لا 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 ايه هلا كبر عم تخزن فيها شجر هلا شجرة شو وقفت علينا؟ ايه وقفت عليك لما انت تبلش من حالك وهني ببلش من حالهم الكل ببلش من حاله صار عنا بيع نظيف دوب معي يعني يعطونا بمحافظة على البيع لانه بيع نظيف بيئتنا الحلوة يا ناس نحنا بنعملها آية نبقى مرفوعين الراس وللصحة بنرفع راية أوساخ وبطلات البيت سارة تنزل بالبرميل حتى نفرزها يا ريت منتعاون تالحمل نشيل مستوعب تجميع ازاز الله والمستوعب بتغطوا من الفرز بنعمل انجاز كل الاشياء بنفرزها وليرتنا بنعززها الخروج بيرجع ينباع الفكرة لازم ننجزها منشار بدنا المي وبدنا الفي ونسمي حلوية الشطار